أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشرت مجلة الدعوة بالرياض في عددها الأخير تحقيقا مع عدد من المدرسات والتربويات يشجعن على تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية وما قبلها من التمهيد. السؤال: ما حكم تعلم لغات غير العربية ولا سيما لأبنائنا، وما هو توجيه فضيلتكم؟ وقد سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرم ذلك ويشدد فيه، فهل هذا صحيح؟ تعلم اللغة الأجنبية هي يجوز عند الضرورة إذا احتاج إلى ذلك، فإذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يحرم تعلم رقانك العام، إنما يجوز هذا بقدر الضرورة. والأطفال ليس لهم حاجة إلى تعلم اللغة الأجنبية ولا يستطيعونها، وإن يتعلموها في هذا السن فإنهم ينسونها، فتكون تعبا بلا فائدة، هم لم يحتاجوا إليها حتى لأنهم أطفال، ولأنهم بحاجة إلى تعليم اللغة العربية والقرآن وأحكام الشريعة، فلا يرون ما يزاحم هذه العلوم الشرعية، ولا يجعل هذا منهجا في المدارس والمعاهد والكليات، لا يجعل منهجا، لكن يمكن يجعل له دورات، يجعل له قسم خاص، أما أنه يمزج مع المناهج ويجعل كأنه مادة شرعية يزاحم المناهج فهذا لا يجوز، لا للكبار ولا للصغار. أما الصغار فلا يجوز تعليمهم الإنجليزية لأنهم ليسوا بحاجة إليها، ما بعد احتاجوا إليها، وتعلمهم إياها في سن مبكر ينسونه فيكون تعبا بلا فائدة، وهذا مما أنكره العلماء ولا يزالون ينكرونه، ولن يكون إن شاء الله. وفي محاولات من أهل الشر أن يجعلوا اللغة الإنجليزية تبدأ مع الأطفال، في محاولات، ولكن ندعو الله أن تبوء محاولاتهم بالفشل وأن يرد كيدهم في نحورهم.